الخدمة العسكرية في جميع أنحاء العالم هي مهمة وطنية لا يتم إجبار النساء عليها، لكن هذا الوضع لا يسري في بعض الدول. تأتي إسرائيل وكوريا الجنوبية والصين على مقدمة تلك الدول. سنتحدث اليوم عن الصعوبات التي تواجهها النساء أثناء تنفيذ الخدمة العسكرية الإجبارية في تلك البلاد. لنرى في نهاية هذا الفيديو هل ترغبن أن تكون مكانهن في الجيش؟ إسرائيل هي أحد الدول النادرة التي تجبر النساء على الالتحاق بالخدمة العسكرية. بعد أن تتم الفتيات الإسرائيليات 18 من عمرهن، يتم إجبارهن على الالتحاق بالخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا. والنساء في الجيش الإسرائيلي تشارك في الحروب وتتواجد في ساحات المعارك. بعد أن تتم الفتيات 18 من عمرهن، يتم تدريبهن لفترة زمنية قصيرة، ثم بعد ذلك يتم تسليمهن أسلحة قوية وثقيلة وإرسالهن إلى مواقع الحرب. الفرق بين الخدمة العسكرية للرجال والخدمة العسكرية للنساء هي مدة تأدية الخدمة، لأن الرجال يؤدون الخدمة لمدة 36 شهرا وليس 21 شهرا مثل النساء. يتم إرسال النساء إلى نفس مواقع الرجال ويعيشن في نفس الظروف ويشتركون في نفس الدورية. يمكن للعديد من الفتيات عدا الفتيات الموجودات على الحدود أن يعودن إلى بيوتهن مع أسلحتهن ليلا أو في نهاية الأسبوع كلا وفقا لمهمتها. الفتيات المجبرات على تأدية الخدمة العسكرية في ظروف صعبة أعد تحمل تلك الصعاب، لأن الصور التي يشاركنها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كمن سعداء من وضعهن. هذه الصورة مختلفة عن الصور العسكرية التي نراها، فهذه الصور تدهش الكثير خاصة الرجال. يشاركن صورهن بتلك المناظر ولا ينجحن بمشاركتها، وأصبحن مشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي وجذبن انتماء الكثير من الأشخاص حول العالم. هناك أحد الحسابات على موقع انستغرام ينشر أجمل صور لتلك الفتيات، ويدفع الحساب نظام غريب، فهو يشارك صور تلك الفتيات في حياتهن العادية وصورهن في الجيش معا في صورة واحدة، كما يوضح أسماء تلك المجندات بشكل علني ولا يخفي أي اسم. فتلك الإسرائيليات التي لا تخجل من التقاط الصور بذلك الوضع بوز البطة، المجندات يرون أن هناك متعة كبيرة في تأدية الخدمة العسكرية. لا يتأخرن في نشر صورهن بالملابس العسكرية أو بالمايو على ذلك الحساب أو على حساباتهن الشخصية. تتلقى الفتيات تدريبات شديدة الصعوبة في الجيش، وفي وقت الفراغ يقومن بنشر تلك الصور. بالرغم من أن النساء حول العالم يجدن أن الخدمة العسكرية شيء صعب، نجد أن الإسرائيليات تجدن متعة بتلك التدريبات العسكرية وتقومن بنشر صورهن بحرية، فهن ينشرن صورا جريئة لهن على حساباتهن بمواقع التواصل أثناء فترة تأدية الخدمة العسكرية. كوريا الجنوبية. الدور الآن على كوريا الجنوبية، لكن التجديد للفتيات أو للرجال ليس بالشيء السهل، فجميعنا يعلم كمية سيئة شروط الحياة في كوريا الجنوبية، ولكن مع الأسف هذا الوضع لا يتغير بما يتعلق بأمن الدولة. كوريا الجنوبية لديها أكبر القوات الحربية بالعالم من حيث العدد، 1,000,000 عسكري و6 ملايين جندي احتياطي. الخدمة العسكرية هي شيء صعب ليس على الرجال وحدهم، بل النساء أيضا يعانين منها. كل فتاة يتراوح عمرها ما بين 17 و20 عاما، ويصل طولها إلى 1.35 سنتيمتر أو أكثر، يجب عليها الالتحاق بالجيش إجباريا. يؤدي الرجال فترة التجنيد التي تبلغ 10 سنوات، بينما النساء يقضين 7 سنوات فقط. أول مهمات النساء في فترة التجنيد هي ارتداء الأحذية ذات الكعوب العالية والتجول بها، وهذا بالطبع تعذيب لهن، فالسيدات تعرف جيدا كم هو مؤلم ارتداء تلك الأحذية والتجول بها لمدة طويلة. ولكن تلك الأحذية ليست فقط ما تعانيه المجندات الكوريات،
فالفتيات مجبرات على النوم على سرائر صغيرة في عنبر يتسع 20 فتاة، وتلك السرائر صلبة وليست مريحة تماما، كما يحظر عليهن الاستحمام كثيرا، حتى إذا تحممن فهذا لا يعني أنهن نظيفات، فهن مجبرات على الاستحمام بمياه تعيش بها الضفادع والثعابين، وهذا يعني أن المياه متسخة. سنعرض لكم باقي الصعوبات التي تواجهها الكوريات المجبرات على تأدية الخدمة العسكرية. اصبروا، فإن تلك الصعوبات لا تنتهي. النظام الكوري يعتمد على هيمنة الرجل، وتتشكل الحياة اليومية وفقا لجنس الشخص. لكن بالطبع الوضع داخل الجيش لا يتغير، فالفتيات في الجيش يتلقين تدريبات في فترة قصيرة مقارنة بالرجال. ولكن ينتظر الرجال الذين يبقون نظافة المكان، ينتظرون من السيدات أن تنظف وتطهو الطعام. هناك مشكلة أخرى في الجيش وهي الطعام، لأن المكلفون بالطهي يطهون أي شيء يجدونه بالجيش، فهم يتغذون على البطاطس أحيانا وعلى الذرة والأرز وغيرهم أحيانا أخرى. تعلن بعض الأبحاث التي أقيمت حول الجيش أنهم يتناولون 3 معالق من الأرز فقط. وبالطبع تؤثر التغذية الغير سليمة على النساء المجندات، فتمرض أجسادهن لقيامهن بتدريبات شاقة دون تناول طعام كاف، فتتسبب الأدوية التي يتناولوها والضغط الذي يعيشهن في ضعف أجسادهن. وهذا الوضع لا يفرق بين رجل أو سيدة في الجيش، فهذا بالطبع شيء لا يريده أحد، لأن أي مشكلة صحية أثناء تأدية الخدمة هي شيء صعب لعدم تطور الطب. فقد الكثير حياتهم بسبب مرضهم أثناء الخدمة العسكرية، وتقوم عائلاتهم بدفن الجثمان دون أن تقول أي شيء. تواجه السيدات جميع الصعوبات العسكرية مثل الرجال، كما تعانين من المجندين، فالمجندات ليس لهم مراحيض خاصة، ولهذا فهم مجبرات على دخول المراحيض والاستحمام أمام الرجال. بالرغم من أن بعض السيدات تتعرض للاعتداء الجنسي عليها، فإنهن يبقين في السجون دون عقاب بسبب التهم الموجهة إليهن، فكثير منهن يخافن سرد ما حدث معهن إلى شخص آخر. أما المدافعون عن حقوق السيدات يقولون أن العنف تجاه المرأة هو شيء طبيعي في كوريا. وضع السيدات في الجيش الكوري لا يختلف عن وضعهن في جهنم، أليس كذلك؟ الصين. الجيش الصيني هو من أكبر جيوش العالم، وتلتحق الفتيات بالجيش مثل الرجال. المرأة تعمل في أي مكان، فهي تعمل كسائقة حافلة أو نادلة في مطعم أو طبيبة بالمشفى أو مهندسة بالمصنع أو مترجمة في المواقع السياحية أو عاملة نظافة بالشوارع أو دكتورة في الجامعة. وهذا بالطبع يظهر المساواة بين الرجل والمرأة، ولهذا تشارك المرأة الصينية في المهمات العسكرية. فالسيدات يتلقين نفس التدريب العسكري للرجال، فهم يتدربون في ظروف شديدة الصعوبة ويتلقين تدريبات شاقة، وفي النهاية يصبحون مجندات. ولكن كونهم مجندات هو نهاية للعديد من التدريبات الشاقة والصعبة. تتلقى الفتيات التدريب في الطبيعة وفي أحوال جوية سيئة، كما يقعن أثناء التدريبات على الأحجار، ويجب عليهن أداء المهمات في الطين. بعد أن يتلقين تلك التدريبات الشاقة والطويلة، يشاركن في العرض العسكري ويدهشن الجميع بسحرهن وجمال تنظيمهن وتدريبهن. فما رأيكم بالعرض العسكري المدهش للفتيات؟ حسناً، ما رأيكم بالفتيات التي التحقن بالخدمة العسكرية؟ هل تفكرون أنه يجب التحاق السيدات بالجيش في تركيا؟ لا تنسوا كتابة إجابتكم بالتعليقات. هل السيدات الروسيات يقدمن طابور العرض بشكل جيد؟ هل هن مجبرات مثل الدول التي تحدثنا عنها من قبل؟ أم هم سعيدات من اشتراكهن بالجيش؟ يمكنكم كتابة أفكاركم وآرائكم بالتعليقات.